محمد اليماني متحدث باسم وزارة الكهرباء. مهندس محمد اليماني، صباح الخير. صباح الخير استاذ دعاء، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. بداية عايزين نعرف ايه سبب المشكلة اللي كانت منتشرة بشكل كبير جدا النهاردة؟ لا ابدا، احنا الحقيقة صدرنا بيان صحفي النهاردة، بس خلينا نقول الاول ان احنا طبعا نعتذر عما حدث، لان تبقى في امور حضرتك عارفة بتبقى خارجة عن الارادة. قطاع الكهرباء يعني شاف حاجات كتيرة الفترة اللي فاتت. احنا بنقول انه من 6 وربع الصبح النهاردة حصل بالفعل انقطاعات على دوائر 500 كيلو فولت و220 كيلو فولت، زي ما تم في المداخله السابقه. بعض المحافظات ما تاثرتش خالص، بعض المناطق تاثرت، لانه السيد الوزير طبعا من 7 صباحا كان موجود مع قيادات الوزاره في مركز التحكم القومي للتاكيد وتعديل اعاده توصيل الدوائر الكهربائيه. تم ده على المستوى الفني بالكامل. بطمن حضرتك من دقائق ايضا وانا في الوزاره على تواصل مع مركز التحكم القومي، تم إعادة الأحمال والتغذية الكهربائية إلى المناطق الهامة والأحمال الهامة في القاهرة الكبرى، شغالين على إعادة توصيل التغذية الكهربائية. المناطق الهامة والأحمال الهامة في منطقة أو في القاهرة الكبرى اللي هي إيه؟ يعني الشركات يا فندم ولا إيه؟ لا، محطات المترو الحمد لله الآن يعني موجودة الكهرباء بالكامل، محطات المياه والصرف الصحي، مستشفيات، بتبقى في حاجات يعني أحمال درجة أولى بتسميها. طيب لكن البيوت لسه مثلا؟ شغالين في الباقي تباعا، يعني ان شاء الله يعني العمل مستمر، وباذن الله الكهرباء هترجع للجميع في وقت قليل يعني ان شاء الله. طيب عايزين نعرف بدايه كده، ويعني استاذنك في ان احنا هناخد بالتفصيل يعني دراسه الحاله. المحافظات اللي تاثرت بشكل كبير جدا النهارده كانت اي المحافظات؟ لا، هو زي ما حضرتك سمعت من شويه برضو ان بعض المحافظات، لو قلنا بورسعيد، الاسماعيليه، في محافظات كتير الحقيقه لم تتاثر، لكن لما بنقول احنا عندنا شبكه موحده، لكن اللي بيأثر انه بعض محطه المحولات اللي هي 500 كيلو فولت، اللي هي محطه القاهره في منطقه غرب دوائر غرب القاهره، بتسمع معانا بقى في بعض المناطق في القاهره الكبرى، بعض المناطق في منطقه غرب الدلتا هي الاكثر تاثرا. احنا النهارده بنقول ان الاحمال الهامه دلوقتي وانا بكلم حضرتك اعيدت لها التغذيه الكهربائيه بالفعل. يجري الان اعاده توصيل الكهرباء لبقيه المناطق سواء في غرب الدلتا او في بقيه مناطق القاهره الكبرى. طيب باشمهندس محمد، بمجرد ما الكهرباء اتقطعت حضرتك عارف ان طبيعي كلنا نقدر او نبدا نفكر يا ترى هي الكهرباء ليه ما عادتش موجوده؟ بقى في اكتر من سبب الناس بتفكر فيه. ناس تقول ده عمل تخريبي، ناس تقول ربما يكون انفجار في عدد من المحطات، لكن مثلا المصادر الامنيه بتؤكد ان هذا الامر غير موجود على الاطلاق. ناس تقول يمكن من كتر التحميل على شبكات الكهرباء بدات تقع. حضرتك تفسر التكهنات دي بايه؟ او اي تكهنات تختار؟ لا طبعا حضرتك استاذ دعاء، انا قلت لحضرتك ان احنا البيان الاولاني اللي احنا صدر من عندنا من المكتب الاعلامي من الوزاره، قلنا فيه انه التوقيت ايه والاماكن ايه وتم ايه بالفعل، لكن ان شاء الله احنا الان فور الوقوف على الاسباب سواء فنيه او امنيه، فبنجهز نفسنا بالفعل ان احنا نجهز بيان ثاني اللي نصدره لوسائل الاعلام، لانه من حق اهلنا طبعا في كل المحافظات ان يعرفوا ايه اللي حصل. يعني البيان التالي المفروض لحد ما يتم التاكد من اسباب التعطل اللي حصل النهارده. طيب بالنسبه في تصريح لحضرتك حتى احنا قلناه على الهواء، يعني وحضرتك قول لنا ده صحيح ام لا، ان حضرتك بتقول ان سبب هذا التعطل هو مناورات لنقل الاحمال واجراء عمليات صيانه. لا، بتتم العمليه دي بعد ما بيحصل اعطال مفاجئه بهذا الحجم. بيشتغل مركز التحكم بالاتصال المباشر بالتحكم القومي مع مراكز التحكم الاقليميه مع محطات توليد الكهرباء، بيتم عمليات توزيع للاحمال القائمه، لان حضرتك ممكن تقطع الكهرباء عن مناطق هامه في نفس الوقت مناطق احمال من الدرجه الثانيه عندها كهرباء، فبيعمل عمليات مناورات لاعاده عمليه توزيع ونقل الاحمال على دوائر اخرى. ده تم بالفعل، انتهينا. ده عشان حصل عطل في مكان معين فعشان كده المناورات دي تحصل؟ بالظبط يا فندم، بالظبط كده، بالظبط. اصل يعني استاذن حضرتك في ان كمان من ضمن التصريحات المفروض ان هي منسوبه لحضرتك ان ما حدث يتم على فترات متباعده بصوره روتينيه، ويتم القيام بمثل تلك الاعمال الروتينيه في غير اوقات الذروه، لكن عطل فني في محطه محولات القاهره صاحب المناورات وهو ما تسبب في انقطاعات الكهرباء. اذا المناورات المفروض ان هي بشكل طبيعي بتحصل، لكن نتيجه لان في محطه عطلت فالحياه وقفت شويه؟ يعني تزامن ده مع بعضه، لكن برضه تاني باكد لحضرتك هيجي لي معلومات اكثر دقه، هنعمل بيها بيان تاني بعد البيان الاولاني، وبرضه هنقول للناس الحقائق ايه بالظبط واسبابها ايه وتداعياتها ايه.
طيب لحد ما تصل إلى المعلومات الأكثر دقة. نعم. المعلومات الأولية، وهذا أمر غير ملزم يعني لحضرتك لو حضرتك جاوبتنا عليه، متوقع أن الأمور تعود إلى طبيعتها خلال كام ساعة؟ يعني معلوماتي برضو الأولية أستاذ دعاء أنه في غضون ساعة هتكون كل الأحمال موصلة، شغالين على ده حاليا يعني إن شاء الله. كل الأحمال موصلة للمناطق الحيوية زي المترو والمستشفيات والشركات والمصانع، وبعد كده كمان البيوت. بس لازم انت عارف حضرتك بيتم توصيل الدوائر اللي هي لما نتكلم عن جهد فائق وجهد عالي تتاخد تدريجي، لكن عشان اوصل الجهد المتوسط والمنخفض لابد ان انا اخدها تباعا ويعني اول باول. فاحنا دلوقتي شغالين في ده، الدوائر الرئيسيه اتوصلت، انا بعمليه اعاده التغذيه الكهربائيه بتتم تدريجيا يعني، وشغالين فيها حاليا، مش يعني ان شاء الله باذن الله في اقل وقت ممكن يكون كله توصل بإذن الله إن شاء الله. باشمهندس محمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، وبالتأكيد أن المتابعة مستمرة، متابعة كأي مواطن مصري محتاج أن هو يتابع مع وزارة الكهرباء هي الأعطال دي فعلا كانت نتيجة لإيه، وفي نفس الوقت الأحمال ستعود إلى طبيعتها خلال فترة زمنية قد إيه، وهل عودة الأحمال مرة أخرى مع التعطل اللي حصل النهاردة في محطة من المحطات هيبقى عودة مؤقتة أم أنها عودة دائمة على كافة الأحوال. باشمهندس محمد اليماني كان واضح جدا أن لسه التحقيقات سارية، لسه بيشوفوا إيه الأسباب في هذا التعطل الكبير اللي حصل، وهيبقى في بيان من قبل وزارة الكهرباء يعلم كل مواطن مصري ما هي سبب هذه المشكلات وما هي الحلول المطروحة، ده إن لم يكن الحل قد وصل بالفعل.